صباح الخير يا زمتو، مفتاح الفني الصباح لشركة وينز بروكر. عيدهم لكم كريم عيد اليوم 16 مارس 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي، طلعت تجارية الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي، وتعثر الدولار الأمريكي مقابل كل الأدوات المالية خلال 3 أمس، ودرج أكيد في المقام الأول لتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وسط المحادثات الجارية لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة في الأسواق. كان عندنا أيضا مجموعة من البيانات الهامة نفكر حضراتكم بيهم سريعا. كان مؤشر زي المعلومات الاقتصادي الألماني اللي جيب نتيجة أسوأ من المتوقع، والبيان أكيد اللي كان ليه تأثيره على ذوج هو مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي اللي جيب نتيجة أسوأ من المتوقع 8%، وكان متوقع عليه 9%. اليوم هنكون في انتظار بيانات هامة طبعا من الولايات المتحدة الأمريكية، ومبيعات التجزئة الأساسية المتوقع ليه 9%، والشهر الماضي كان 3.3%، وهنختم مع البيان الأهم هو قرار الفائدة الأمريكي المتوقع ليه الزيادة لنص بالمئة مقارنة بالشهر الماضي اللي كان 25%. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا على الشارت، طبعا الاداء الايجابي او محاولات الاداء الايجابي للجنيه البريطاني مقابل الدولار الامريكي، ولكن هو بيقع في منطقه يمكن مقلقه شويه ليه، ومنطقه عرضيه مش قادر ان هو يخرج منها، وهي دعم ال 30 45، ولذلك الاداء شبه محايد. اداء ايجابي على الاي ام اي، اداء ايجابي على السار، ولكن سلبي على الاستوكاستيك، ايجابي على الفلات ترند، لكن موجود اسفل النقطه المحوريه الهامه عند 31 30، مدال المتوسطات السعريه مديه اشارات سلبيه، ولذلك في حاله من عدم وضوح الاتجاه. طبعا الاتجاه الاقرب للواقع على اتجاه الشورت تيرم اكيد هيكون السلبي، وده هيكون بكسر 30 45 علشان يروح لل 30 فلات، ودي عموما المنطقه المتوقعه يتداول فيها الجنيه البريطاني خلال بدون احداث طبعا، ولكن مع ظهور قرار الفائده الامريكي النهارده هيكسر 30 فلات ويروح لل 29 50 وراها، وكمان يبتعد اكثر من كده او يعود مره اخرى للاداء الايجابي وينجح في كسر السيناريو المعاكس، هو يروح 30 80 وراها ل 32 20 واخر نقطه عند ال 32 70. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.